من القرن الماضي أعلن مين تصوروا عام 83 نجم العرب والخليج والكويت جاسم يعقوب أعلن اعتزاله بنفس السنة ولد فراس الخطيب. بس فراس الخطيب اعتذر من جاسم يعقوب. القصة فايتة بالحيط، حيعرفنا عليها حيدر وتار في فقرة ذكريات. بعد أقل من 15 موسماً قضاها فراس الخطيب متنقلاً بين الأندية الكويتية، أصبح الهداف السوري يوماً بعد يوم قريباً من دغدغة أرقام كويتية كتبت حتى قبل ولادته وظلت صامدة حتى أعوام خلت. قبل أقل من عامين بالتمام والكمال تراكمت أهداف الخطيب سواء مع ناديه الأصلي النصر الكويتي أو لاحقاً العربي والقادسية والكويت لتبلغ الذروة مع نادي السالمية، عندما كسر رقم النجم فيصل الدخيل في رصيد أهدافه التي سجلها مع ناديه القادسية في الدوري. بعدها اقترب الخطيب من الرقم القياسي لكل هدافي الدوري الكويتي عبر التاريخ، رقم المرعب جاسم يعقوب 146 هدفاً كان هو الرصيد، حتى إذا جاء 19 من أكتوبر العام 2017 كان الموعد مع رقم جديد تطلبت ولادته أكثر من 30 عاماً. مع السالمية سجل الخطيب الرقم القياسي الجديد وكانت شباك العربي هي الهدف. سعيد أني تجاوزت بعدد أهداف الكابتن جاسم يعقوب، لكن صراحة يبقى رمز عربي قبل لا يكون كويتي، وفخورين فيه دائما ونتعلم منه الكثير من مقابلاته من كل شيء. كابتن كبير، أوجه له تحية وأعتذر منه أني طلت بعدد الأهداف.